سعيد أن أكون معكم هذا الصباح أيضا وأتكلم بكلام الإنجيل والحياة مرة أخرى معكم. ما سوف أفعله في هذا الصباح أنني سوف أجيب على سؤال: هل نحن وعاظ أم سحرة؟ قد يكون هذا العنوان غريب للجماعة، جماعتكم في أمريكا، ولكن في حالتي في أفريقيا أجد أن الناس دائما ما ينظرون إلى ذلك هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة التي تربيت عليها وتعاملت معها في مدونتي، لأن هذا سؤال يتردد باستمرار، وهو تغيير عظيم جدا في الطريقة التي نتعامل بها أو يتعامل بها الإنجليون مع الخدمة الرعوية. وحتى أستمر معكم، أريد أن أقول لكم لنبدأ هذا اليوم بقراءة من تيموثاوس الثانية أصحاح 3، القصة أو المقطع الكتابي التي توضح لنا بوضوح شديد جدا واحدة من الأشياء المهمة التي تجعلنا نعرف من هو الإنسان ومن هو الواعظ الحقيقي الممتلئ من كلمة الله. تيموثاوس الثانية أصحاح 3 ومن عدد 16. وبينما أنتم تفتحون كتبكم المقدسة، دعوني أقول لكم شيء آخر. أقول لكم إن ما أعطيته لكم في قلته لكم في أول ليلة عن ما حدث أو ما يحدث في أفريقيا قد لا يكون تماما هو الشيء الذي يتكلم عنه الكتاب المقدس، ولكني لا أستطيع أكثر أن أتكلم عن ما يحدث في بلادي باستفاضة، ولكن إن استطعتم أو أردتم كنت أريد أن أقول لكم مجرد خلفية حتى تكون هذه مقدمة لكلمتنا وتأملاتنا في هذا الصباح. أيضا يقول الكتاب المقدس على لسان بولس الرسول بالروح القدس: وكل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. ونستمر من أصحاح 4: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنا وتعليم. سأتوقف في القراءة عند هذا الحد. هذه آخر رسالة كتبها الرسول بولس، ونهاية كلمات هذا الأصحاح 4 يقول ويوضح لنا أنه سوف ينتهي ويترك بعيدا الذين هيأهم للخدمة بنفس الطريقة التي تكلم بها الرب يسوع، وانتهى في نهاية المطاف بصلاة كصلاة وداعية لأتباعه الذين تركهم في تلك الليلة. فلذلك فهناك لحظة مؤثرة جدا، أنه هذا ما تريد أن تركز عليه، لأنها كلمات الرب يسوع في نهاية صلاته الشفعية، وهذه الكلمات النهائية أيضا لبولس الرسول. وكما لاحظتم من هذه الأعداد التي قرأناها أن الرسول يمشي بالسرعة وبتركيز ليوضح لتيموثاوس في عقله وأفكاره أهمية الكلمة الموجودة في يده وما أهميتها، أنها موحى بها من الروح القدس وكاملة
لكي تكمم كل العمل الذي سوف أو مطلوب من الإنسان أن يعمله. لذلك حتى لكما أكون مثقلا ومهيئا بالتمام لعمله. والشيء الثاني المهم الذي وضع أمام تيموثاوس ما يمكن أن نسميه بالتحدي، أنك تعطي المجد لله الآب ولله الابن وتوبخ الناس وتنتهرهم وتعظهم، ليس فقط أن تعظ ولكن توبخهم، وأنك تكلمهم بكلمة الله وتكلمهم عن الدينونة. عليك أن تتوسع في هذه النصوص التي تكلمت بها والموجود فيها. والشيء الثالث ليس فقط عندما يكون هناك فرصة ووقت مناسب وناس تنتظر ومتشوقة للسمع، ولكن في الوقت الذي الناس لا يريدوا أن يسمعوا ويصموا آذانهم، لا تتوقف ولا تخجل ولا تفشل، لكن عظ بالكلمة. دعوني أقول لكم مقطع من موجود في مقالة من واحدة من الجرائد المحلية في بلدي. شخصين من المعروفين أو ما يسموا بالإنجليين، واثنين منهم قالوا هذه الكلمات هذا العام. وكان مكتوب أنه في لوساكا في بلدي هناك في سنة 2012 وحدها 10 سيدات عانوا من الطلاق بما في ذلك زوجته شخصيا. الأسقف إيمانويل تشيكا لم يفعل أفضل بكثير من ذلك، ولكنه وضع أن زوجته أقامت عليه دعوة في سبتمبر أمام الميديا أيضا لكي ما تقيم عليه الطلاق بسبب مشاكله الأخلاقية. وهناك الكثير من تلك الأمور التي تسمعوها أو نسمعها في تلك البلاد عن السيدات الذين أتوا أو يأتون لكي ما يطلبوا مشورة وينتهي الأمر بهم أن يعتدى عليهم جنسيا. والقصص أيضا تقول أن هناك طلبوا بعض الأخوات أن يذهبوا معهن أو معهم ليذهبوا إلى نوع من الخلوة على الجبال، وعندما مشوا إلى الجبال ابتدوا يصلوا معهم أو هكذا يدعوا، ثم طلبوا منهم أن يلقوا أنفسهم على الأرض ويتمددوا، وتلك بعد ذلك طلب منهم أن ينقلبوا على ظهورهم وينزعوا ملابسهم الفوقية، وبدأ التحرش بهم. وأنا لن أقول لكم باقية المقالة لأنها طويلة وتتحدث عن تفاصيل مخزية سوف تزعجكم إذا قرأتها، ولكن الذي يجعلني أسأل لماذا هذه الأمور تحدث بين ما يسمى بالرعاة والكنائس في أفريقيا. وهذا ما يجعلني أتكلم عن من هو الخادم أو الراعي أو القسيس في بلادي في أفريقيا. وما قرأناه في الكتاب المقدس ليس ما هو موجود في العقل البشري المتعارف عليه والشعب في بلادي. فالكتاب المقدس يعلمنا أن الراعي أو الخادم هو من يدرس الكلمة بشكل
مجتهد جدا ويعظ بالكلمة ويقدم تطبيقات من الكلمة تقود إلى الخلاص وإلى الطهارة والنقاوة. وما أريدكم أن تقدروه أنه في الحركة الكاريزماتية في أفريقيا قد قدمت أشياء أكثر بكثير مما تتخيلوها عما تقدمه الحركة الكاريزماتية هنا في أمريكا. من حوالي 30 سنة أو أكثر كان هذا العنوان صعب جدا أن نسمعه، لم أسمع تقريبا أي شخص أو أي راعي يعاني من تلك المشاكل أو يدان بتلك الأشياء المشينة، ولكن في أيام كثيرة جدا أو في أيامنا هذه استخدام هذه العبارات أصبح منتشر جدا. الرعاة والقصص إذن عليهم أن يجدوا أنفسهم كمعلمين ووعاظ. الشيء الأساسي الذي عليهم أن يفعلوه هو أن يطوروا قابليتهم ومؤهلاتهم في معرفة وتفسير كلمة الله. هذا الشكل وهذه الصورة قد تغيرت في بلادي كثيرا. والسؤال هو لماذا تغيرت هذه الصورة وأصبحت في تلك الصورة المزرية الموجودة فيها الآن؟ الذين زاروا في البداية من الكاريزماتيين في بلادي لم يخططوا بشكل واضح، هو أن لم يخططوا من الأول من البداية حتى ما تكون كلمة الإنجيل هي محور خدمتهم وأرساليتهم، ولكن التحدث وإظهار المواهب فوق الطبيعية والمعجزات الظاهرة دون الرجوع إلى الجذور وبناء عليه تذهبون إلى تلك الكنائس وتسمعون بعض المحاولات الاجتهادية لكيما يقوموا بالتفسير الكتاب المقدس، وبعد ذلك يكون هناك وقت مهم، وقت إضافي لمن عنده مشاكل لنصلي من أجلهم إلى الأمام. لكن بحسب نفس القصة التي تتكلم عن جمل العربي، فالإنسان يجعل الأمر يمشي واحد بعد الآخر، حتى أنه في هذا الوضع في كل أفريقيا تعرف أنه الحركة الكاريزماتية في مجمل أفريقيا تاه المحتوى الكتابي فيما بينها بما بينهم، وكل ما يقدموه الآن هو صراخ وصوت عالي. لذلك عليكم أن تعودوا إلى تلفزيوناتكم المحلية وتسمعوا إلى هؤلاء الذين تسمعونهم في التلفزيون المحلي أو التلفزيونات الكاريزماتيين هنا، هو نفس ما يقال في بلادي مع فقط تغيير لون الجلد، كون أننا نحمل جلد غامق في بلادنا، هذا كل ما يغير، ولكن المعنى أنه لا يقترب بشكل قريب أو بعيد من كلمة الله، ولكن يقول أشياء غير موجودة في الكتاب وحتى في نهاية ما يسمى بالوعظ. يبدو أن هذا الشخص قد تحول من مبشر أو معلم إلى شخص عليه أرواح شريرة، ويكون مثل المجنون إن لم يكن كشخص غير طبيعي. ولكن في معظم الأحوال في بلادي الآن فهذا هو ما يحدث بعد تلك الاجتماعات. وبالتالي بين قوسين أقول رجل
رجل الله الذي يمكن أن يسمى دعاء الله لا يوجد فيه أي صفة من الصفات التي تكلم عنها بولس الرسول إلى تيموثاوس، ودعوني أوضح لكم أكثر ما أعني بذلك. لقد علم بولس تيموثاوس أن الوعظ هو الوعظ بكلمة الله فقط، هذا ما وصف في آخر الآيات أو الآيات السابقة لما قرأنا، لأنها تكون صالحة للتوبيخ وللتعليم وللتأديب، والتعليم والتوبيخ والتأديب الذي في البر. وكان يقول له هذا هو ما تريد أن تفعله بشكل واضح، بينما في بلادي الآن تبدأ الأعمال بعد الدوافع أو بعد ما تتكلم الكلمات التحفيزية تحدث، وتبدأ هناك بطريقة مختلفة، هو بوضع اليد على الناس، بينما يأتوا الناس بالعشرات إلى الأمام. هم لم يكونوا حتى يستمعوا على الإطلاق، ولكن ينتظرون هذا الإنسان الذي ستخرج منه قوة لكي يعمل عمله. هذا يحدث في الخدمات العادية وفي الصلوات خلال الليل، طول الليل وطول اليوم، خلال الصلوات المستمرة على المرتفعات. وعندما أقول لكم عند المرتفعات، عليكم أن تفهموا ما معنى هذا الشيء، لأن تلك المرافعات أن تذهب إلى تلك الأماكن للخلاء للاختلاء، وتكد من يسمو رجال الله منشغلين بما يسمى أو يعتقد أنهم أو يقولون أنهم يصلوا. الشيء الآخر أنه لا يوجد أي جهد عندما يأتي الناس بتلك المشاكل بمشاكلهم لكي يحلوها. عندما يتكلم أحدهم عن أن هناك مشكلات في العمل، قبل أن تقول أنك تنتهر مديرك في العمل أو كذلك، تعالوا نبحث أيضا، هل أنت كشخص تفعل ما ينبغي عليك أن تفعله؟ هل أنت فعال أو أنت شخص بشكل أو بآخر كسلان؟ أو عندما أقول لأحدهم ما هي المشكلة التي تعيش فيها كزوجتك؟ هل تحب زوجتك كما يقول الكتاب، كما أحب المسيح الكنيسة؟ وكذلك أعود إلى الزوجة وأقول لها هل تحبين وتخضعين زوجك كما تخضع الكنيسة إلى المسيح؟ ولكن بدلا أن نتطرق إلى تلك المشكلات، السؤال نجد هؤلاء الوعاظ يقولون تعالوا سأصلي منكم وسوف تحل المشكلات. في الحقيقة بينما أجوب البلاد وأكون في سيارتي أحاول أن أسمع على مثل هؤلاء، وأحدهم كان من هؤلاء الوعاظ يحاول أن تأتي إليه بعض الرسائل والاستفسارات. الحقيقة يمكنك أن تتخيل عندك أي مشكلة، تتوقعون الإجابة فعليا. مثلا لو واحدة من الأخوات قالت عندي مشكلة في زواجي، يقول لها يا سيدة تعالي إلى اجتماعاتنا وسنتكلم عن هذا الموضوع ونصلي لأجلك في اجتماعاتنا. وعندما يقول تأتي واحدة أخرى وتقول عندي مشكلة في الحمل، فيقول أنك تحتاجي إلى نهضة في ذلك اليوم، سوف يكون عندنا صلاة طوال الليل في اجتماع في مكان ما سنصلي من أجلك فتعالي. هذا
هذا ما يعطى ويخزن في عقول الناس أنه سيكون هناك انطلاق وانتهاء لمشاكلهم لمجرد حضورهم مثل تلك الاجتماعات. وهذا ما يعمله أي دكتور موجود في قرية في أي مكان، وكأنه هناك تشابه واضح بينهم، هناك تشابهين. الأول هو وجود تقديم شيء، أنه عندما تأتي ويأتي رجل الله أو الواعظ أو مثل الدكتور، بعدما يفحص الأمر سوف يقدم علاجا، وكأنه يقول أنه عندما يأتي أحدهم بمشكلة أمام هذا الواعظ، وكأن الله سيكلمه عن تلك المشكلة ويعطيه بعض العلامات والمعلومات، ثم يقول له ما هي المشكلة. هذا ما يفعله الساحر أو ما يسمى بالدكتور الساحر في القرية. تقول له ما هي المشكلة، فيذهب إلى مكان بعيد ويحاول أن يقول أشياء غير مفهومة ويحرك أشياء حوله، ثم يعود ويقول لك أو يقول لك أن مشكلتك هي أن جارك تواصل مع عمك الميت، وعمك الميت هو من يمنع مثل هذه الأمور لتحدث، الحمل ليحدث. ولكن الشيء الآخر، وخاصة فيما يتعلق بالشفاء، أنه الدكتور أو الساحر في تلك القرية يبدو وينظر إليه كأنك لابد أن لا تستطيع أن تعيش أو تذهب إلى الدكتور أو الدكتور القرية إذا كان الواعظ قد صلى من أجلك. نفس الطريقة كأنك عندما يحدث هذا الأمر هنا، إذا كان صلى لك رجل الله ثم ذهبت إلى المستشفى، فكأنك أنت تخدع هذا العمل الإلهي الذي قد حدث كما يسموه، ويقولون لك لا تذهب إلى الأطباء لطلب الشفاء، وإلا ما فعلته من أجلك سوف ينتهي مفعوله. هذا مثل السحر. وبالتالي كنتيجة أن كثير من الناس ماتوا بأمراض كان يمكن أن تشفى وتعالج تماما بالأدوية البسيطة إن كانت قد تعامل معها الدكاترة في الوقت المناسب. وما يحدث أنه يذهب الناس في الوقت المتأخر جدا. عندي دكاترة في أطباء في كنيستي، ودائما ما يقولون ويعانون من هذا الشيء. ومرة من المرات حدثت أنه هذا الشخص كان جسمه كله متجرح ومتقيح، وكانت هذه حالة يصعب التعامل معها طبيا. وعندما سئل لماذا تأخرت، لأنه ببساطة شديدة قيل له إنك لو ذهبت إلى دكتور سوف ينتهي مفعول الشفاء الذي نقدمه لكم نحن الوعاظ. وعندما يسأل بعضهم أيضا في المدينة لماذا تأخر الوقت جدا عليهم ليأتوا إلى المستشفى، يقول لهم لأنهم كانوا في خلوة على الجبل، وعادة ما يكون الوقت متأخر ويموت الناس بدل من علاجهم محاولة علاجهم. علينا أن نجاوب هذا السؤال في بداية الذي سألته في البداية، كيف يحدث هذا ويحدث باستمرار بين من يسموا بالكنائس الإنجيلية؟ على الزوجة تعرف
أنه زوجي يقوم بعلاقات جنسية مشينة إلى مع كثير من فتيات الكنيسة وتصمت عن ذلك، ولكن يا ريت الموقف يتوقف على ذلك، بل تعود إلى الكنيسة وتسمع إلى كلماته وتنتظر القوة. كيف يمكن على الإطلاق أو بأي حال من الأحوال، كيف يكون شخص من الأشخاص يكون جاهل إلى هذا الحد ويتبع هؤلاء ما يسموا بالقادة أو الرعاة أو القصص في الغابات أو المرتفعات لما يسمى بالصلاة؟ لماذا لا يستطيعوا أن يصلوا في بيوتهم؟ لماذا لابد أن يأخذوهم في أماكن خلاء بعيدة؟ أريد أن أقرر مرة أخرى أنه في الحركة الكاريزماتية في أفريقيا حدث تغيير كبير جدا، وتحول الموضوع إلى شيء أكثر عمقا بسبب العمى الروحي الذي أصاب الناس من كثر تكرار هذه الحالات. وهذا الاسم رجل الله مساوي إلى ساحر القرية، أصبح شيء اسمه رجل الله معادلا ومساويا لما يسمى بساحر الموجود في القرية أو الدكتور الساحر الموجود في القرية. ولكيما نوقف مثل هؤلاء الأشخاص أو نخترق حياة مثل ذلك الإنسان، كان لابد أن يأتي عليه أو يقدم أو يدخل نفسه في لعنة. ومن الصعب أن لا تدرك ماذا حدث فعلا عندما يأتي أحدهم بعد مثل هذه الأحداث والاختلاء بهم في الأماكن الخالية وتسألهم: قولوا لنا ماذا حدث لكم، فلا تقعد تجعل وتجد أي رد، لأنه يخاف أن أو تخاف أن يتكلم عن ما حدث هناك، لأنه لو تكلم وعرف الواعظ أو هذا الساحر فإنه ما يحدث فعليا يخاف أن يتحول وتكون هناك لعنة على حياتهم، فلذلك يقول: لا أعرف أي شيء حدث. إذا كنت تفكر عندما يقول الكتاب المقدس، عندما يكون الكتاب المقدس مغلق ولا يفتح ولا يدرس منه، فأنت تتعامل مع الجهل، وكنتيجة لذلك لمن يسموا هؤلاء رجال الله يبدأوا بقول أشياء ليست لها أي علاقة بالكتاب، ولكن بكل أسف هي حتى أشياء غير أخلاقية، وليس هناك أي قياس أو يمكن قياسها بمقاييس المعروفة كتابيا. هذا شيء مزعج جدا و مذهل. عدد السيدات اللتين انتهى بهم المطاف وتكلموا، وعندما تكلموا عن قصتهم على قصصهم تقول لهم عندما ابتدأ هذا الإنسان يلمسك أو يتعامل معك جسديا، ألم تلاحظي أنه هذا الشيء غير كتابي وغير صحيح؟ والإجابة دائما تقول أنه اعتقدت أنه كرجل الله يعرف ما لا أعرفه أنا، ولذلك أنا وثقت فيه، حتى أصبح الموضوع أكثر بكثير مما أستطيع أن أحتمل.
وعليه وعلى ذلك فتلك القصص التي قرأتها أو قلت لكم عليها في بداية الوعظة، تجد هذه القصصات وهذه القصص تذهب إلى العامة وينتهي الأمر بأنه في كنيسة واحدة هناك 10 سيدات عندهم أو حملوا بأطفال من زوجي الراعي أو الخادم. تلك السيدة أو الزوجة كان يجري عملية تدميرها في كل يوم في وقت طويل جدا، حتى قالت كفى ما حدث حتى الآن. إخوتي، كنت أتمنى أن تكون هذا الموضوع متعلق بالهرطقات، وكنت أتمنى أن يكون هذا متعلق ببعض الطقوس الأفريقية التي منتشرة في بلادنا، ولكني أتكلم هنا عن ما أصبح فعليا هو وجه الإنجيلية في للعالم من حولنا. وهو مختلف تماما عما قرأناه في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 و4. في معظم الأحيان تجد هؤلاء الأشخاص يلبسوا ملابس غريبة، مثل هؤلاء المشهورين في عالم الغناء. بالحقيقة تعرفون أنه كلمتنا، الطريقة، ويحاولوا أن يتكلموا بطريقة غربية، بطريقة أشبه بالأمريكية. ولا يوجد في أي منهم أي شيء يمكن أن تسمعه مرتين أو تقول سأستمع لتلك العظة مرة أخرى، لكن هناك واضح بجلاء جدا بأن هؤلاء لا يبحثون عن الله ولا عن شخص المسيح أبدا. التوبة أمر غير موجود وغائب تماما في كل اجتماعاتهم، ولا يوجد أي جهود على أي صعيد من الأصعدة لكي ما يجعلوا شعب الله يتغير ويصبح مثل الله. ولكن الموضوع كله كيف يمكنك أن تأخذ أكثر مما تطلبه لكي ما تقوم بتدليع نفسك بالنهاية، أو تدلل نفسك به. وكما قلت أقول لكم، وكما أقوله الآن، أنظر إلى بعض من التصريحات التي قالوها، ولكني سأختار تعبير واحد فقط. أنا عندما يقول أنا أعلن عن الازدهار في حياتك في اسم المسيح، لماذا يكون إعلانه أهم من إعلاناتي؟ لأنه هو رجل الله، هذا ما يسموه. هناك قوة في كلماته وليس في تفسيراته، فعندما يمزج هذا الإعلان شيء ما لابد أن يحدث. وعليه فبشكل عام أصبحت السمعة أو أي شيء تقوله قوله في اسم يسوع، في اسم يسوع، ويستمر في كل شيء في اسم يسوع، في اسم يسوع، بنفس الطريقة التي يقول بها الساحر، ساحر القرية،
ويقول اهرب اخرج منه اخرج منه. وفي الواقع لا شيء يحدث على الإطلاق مما قالوه أو أعلنوه من سنوات، بسبب الناس تعرف كيف أقف أمام كل هذه الأمور، فدعيت إلى لقناة خاصة، وقدموا في برنامج راديو، البرنامج الراديو الوحيد أو البرنامج الأكثر شعبية، وكان المعنى هو معجزات الشفاء اليوم. ومن كانوا مدعوون؟ كان في كاهن كاثوليكي واثنين من هؤلاء الأشخاص المعروفين في الكاريزماتية، وأنا شخصيا أحد هؤلاء الاثنين الكاريزماتيين، وشخص معروف بالشفاء لم يصل إلى المكان، وقال أنه كان مريض. شيء مضحك طبعا. والحقيقة أنه كذبة، لأنه بعد البرنامج وانتهى وجدت في مكان للتسوق، وكان معه مع زوجته يتسوقون، ورأيته هناك مع زوجته في كامل صحته. وبينما كانت المقابلة تسير، تكلم الشخص الكاثوليكي وحاول أن يكون وسطي ما بين الحالتين، ما بين التطرف في لا يمكن أن يحدث أو يحدث. وبما أن تلك المقابلة كانت على الهواء مباشرة والناس كانت تتكلم، أعطيت لهم ذلك التصريح، وقلت لهم أنا أشجعكم أن تنظروا إلى يوحنا المعمدان، وكان يسأل عنه إذا كان هو الشخص، ويطلب وطلب وطلب من تلاميذه أن يذهبوا ويقولوا يسألوا الرب يسوع هل أنت هو الشخص أم لا. ثم قال لهم المسيح اذهبوا وقولوا يوحنا لما رأيتموه أن العرج يمشون والعمي ينظرون إلى آخره. وقلت لكم إذا كان في أي شخص فهم أو يفهم هذا النص، وكان شفاءه مبني على هذا النص، فمن فضلك تكلم وتكلم الآن. ولمدة ساعة كنت على الهواء، وأصبحت أنا مثل إيليا، لأنه كنت أنتظر أن أسمع ولكني لم أسمع ولا مكالمة واحدة. تذكروا أنه في هذا البلد مثل بلادنا تسمعون في كل أحد عن هذه الحفلات والخدمات، يفعلون النهضات لهذا الرسول وذلك النبي الذي يعطوا مثل تلك الحملات، حملات الشفاء، وتجد الإعلانات في كل مكان، يسمعونها أسبوعيا وكل شهر، والكل يدعي أن هذا يحدث. وخلال ساعة كاملة من الحوار، وأنا في كل مرة أكرر الدعوة، جاءوا تليفونين اتصالين تليفونين، واحد شخص قال انه من 8 سنوات ماضية اخذ بنته جارة له، كانت بنت جاره لم تكن قدماها متساويتين في القياس. وقلت له، وقال أنه قد شفيت. فقلت له من منذ 8 سنوات. طبعا سألت عن ما هي القصة، كيف حدثت من فقط من 8 سنوات
ألم يحدث أي شيء في هذا الأسبوع طالما هذا الموضوع يحدث كل أسبوع؟ والتليفون الآخر كانت من سيدة تشجع رجل الله أن لا يسمع إلي لأنه أنا شخص ميت لاهوتيا. وهذا أم وماذا ما هو علاقة هذا بكل ما أقوله؟ أنا أطلب شهادات. كانوا هؤلاء فقط التليفونين الذين تبينوا أن أو يبدو أن يحاولوا تشجيع هذا الخط في كل هذا ما يسمى بحملات الشفاء التي تحدث كل أسبوع في وسط بلد لمدة بلد فيها 10 ملايين شخص. أما الشخص المذيع الذي كان يتكلم قال لربما كنا لابد أن ننتظر أكثر وقت أكثر، ولكن لا يوجد أحد يتصل. وكان رد هذا الواعظ قال أعتقد أنهم خجلانين، يشعرون بالخجل. هذا الشخص حدثت له جلطة دماغية ودخل في كوما غيبوبة لمدة أسبوع حتى مات. لماذا لم يأتوا أصدقائه أصحاب المعجزات يذهبوا إليه ويصلوا من أجله؟ لأنهم يعرفون أن ما يقومون به هو مجرد كذب وافتراء. نقطة أخيرة، في زامبيا عندنا مؤسسة تحاول أن زامبيا اسمها زامبيان كونسل هانديكاب وتساعد الذين هم في أصحاب احتياجات خاصة. عندما ابتدى الموضوع زيادة قالوا تصريح واحد، هؤلاء الذين عمي أو عرج أو صم أص 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 أصماء توقفوا عن تلك الذهاب الذهاب إلى تلك الحملات الكرازية التي تتكلم عن الشفاء، لأنه بحسب سجلاتنا لا توجد حالة واحدة قد شفيت من هتلك الاجتماعات. إذا كان عندكم مؤسسة عندها إحصائيات فهي تلك المؤسسة، لأنها تهتم بهؤلاء. ولكن هلاكم كل الناس يذهبون في كل مكان في البلد ويقولون باسم يسوع ويقولون باسم يسوع ويفعلون ما يسمى بالمعجزات دون أن يلمسوا إلى قلوبهم وأرواحهم على الإطلاق أبدا. لكنهم يقولون أنهم يمتلكون مواهب لا يمتلكونها. ماذا يمكن أن يكون ذلك غير افتراء وخطية وشر؟ هذا هو الأمر فعلا. ليس فقط أنهم لم يفعلوا العمل الذي ينبغي عليهم أن يفعلوا كما طلب بولس من تيموثاوس، ولكنهم يفعلوا شيء غير مطلوب منهم وليس له وجود، ببساطة أن يستميلوا الجموع ويأخذوا أموالهم. دعوني أقول كلمة نهائية أخيرة، أريد أن أعتذر أنني قد خربت يومكم. ليست هي تلك الرسالة التي تستمع عليها وأنت تجلس وأنت معك كعكة في يد وقهوة في يد آخر. كنت أتمنى أن أكون أكثر إيجابية،
كنت أتمنى أو أن أقول أن هذه الأشياء قد تحدث هنا وهناك في بعض المرات، ليس كل يوم. أو كما قلت سابقا، هذا شيء متطرف لا يحدث في مكان بعيد منزوي. ولكن أريد أن أقول لكم أن هذه الظاهرة تنمو بطريقة سرطانية. فهذه الأيام فهذه الأيام من يسموا أنفسهم رجال الله هم ليسوا أكثر من مثل سحرة القرى، ممن يلبسون ملابس غريبة ويضعون مساحيق على وجوههم ويستميل الناس لكي ما يجتمعون من حولهم. ولكن في ضوء كلمة الله التي قرأناها في تيموثاوس الثانية، ماذا يجعلني قلق هو صمت المجتمع المسيحي الحقيقي، والصمت عن التحدث في الوقت غير المناسب أن في مواجهة تلك القرون الصعبة. في واحدة من ضمن تلك المنتديات كنت أتكلم عن هذا الصمت الإنجيلي، لأنه هذا شيء يقلقني ويزعجني كثيرا. ولو نظرت إلى عدد الإنجليين في زامبيا، ستجد أن 90% من تلك أعضاء هؤلاء يسموا أنفسهم خدام. إذن ماذا سوف نفعل؟ الشيء الأول، إذا جئت أو إلى أفريقيا، زرت أفريقيا أو إلى زامبيا، شدد على كلمة الله وعلى تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وآيات 16 و17. أطلب من الخدام أن يعملوا عملهم، أن يعملوا عمل المبشر كما يقول بولس لتيموثاوس. ما يجعلني مختلف عن شعبي كقادم ليس أنني عندي باب خلفي أستطيع أن أدخل فيه إلى الله وأستطيع أن أفعل شيء خارق. هذا شيء يفعله كل مؤمن، أن يدخل إلى محضر الله. ولكن الحقيقة هو أن الله أعطاني موهبة ودافع ودعوة أن أكرز بالكلمة لكم، هو هذا كل الأمر. الشيء الآخر، صلوا واستمروا في الصلاة من أجل هؤلاء الذين يقومون باتباع تلك الآيات الموجودة في تيموثاوس الثانية 4. صلوا من أجل هؤلاء لكي ما يكونوا أمناء ويزيد عدد الناس الذين يقرؤون كلمة الله، حتى يكون هذا توجيه، وهذا العدد من الناس لا يأتي وراء أشخاص ولكن وراء نور الإنجيل. صلوا من أجلنا. أخيرا، قدموا لنا الحق وقدموا لنا الكتب التي توضح لنا الموضوع، وتجعلنا عندما تفتح الكتاب وتفتح الكلمات
لكل تلك الأشياء التي يمكن أن تسمى بمواهب خارقة للطبيعة بدون حدوث نفس التأثير الذي كان يحدث في العهد القديم، ألا وهو حضور الله نفسه. في هذا الوقت نحن نحتاج أن نعترف ونعرف أكثر الحق. أريد أن أقول لكم مرة أخرى، هذه ليست مجموعات متفرقة من في مكان لآخر يحاولوا أن يجدوا لهم مستمعين، ولكنهم حملة كبيرة مختلفين في الأشكال، ولكنهم يتبعون نفس السياق ويستمروا. وهؤلاء الذين بشكل أو بآخر مهر وتوقفوا في وقت مناسب، لكن لا يوجد من هؤلاء الكثيرين. ويستمروا حتى قبل أن تدرك أنها نفس القصة مرة أخرى، قصة الجمل العربي. فالكتاب المقدس موجود فقط من أجل بعض الآيات التي تحفظها وتفضلها، وليس من أجل تفسير كلمة الله بكل ما فيها بالكمال. وأقول لكم استمروا في تقديم الحق لكي ما يعرفوا الناس كيف ما هو مقدار غنى هذا الكتاب، كتاب المقدس، وأن كل المشورة الإلهية كلها كاملة وصالحة للتعليم والتأديب والتوبيخ الذي في البر، كلها هنا تأتي من هذا الكتاب. والشيء الأخير أقول، ادعموا هذا التدريب وعمل المبشرين الحقيقيين، ولزرع هؤلاء الكنائس تلك الأضواء، هذه الأماكن التي تقدم الشهادة الحقيقية للمسيحية. ادعوهم بالطريقة أو بكل طريقة ممكنة. أفريقيا تحتاج إلى مشاركتكم. دعونا نصلي. يا رب أبونا في السماوات، هذه أشياء محزنة جدا، ولكنها تقف وتوضح لنا حقيقة احتياج الإنسان لك، وأن عدو الإنسان عدو حقيقي، وأن في كل في كل الأزمنة والأوقات كان هناك معلمون كذبة، ولكن في نريدك أن تعود وتزور من أجل كنيستك، أن تعود وتزور قارتنا، وأن تقدم هذه تقدم الخلاص الحقيقي مرة أخرى، ومن أجل عروسك التي تهيئها من أجلك يا سيد. اجعل من يسمع الدعوة الحقيقية يأتوا من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب ويعظ